بداية أنا باسمي وباسم الجماعة اللي بننتمي لها، جماعة طريق الموعوظين، بدي أتشكر رانيا. يعني حملتني مسؤولية كبيرة إنه أنا بكل تواضع أكون الشخص اللي عم بنقل الكلمة تبعها. هيدي حقيقة مسؤولية كتير كبيرة، أنا بتشكرك عليها. رح أحاول قد ما فيني أكون أمين على الكلمة اللي قالتها رانيا. رح أقولها بالعامية، معلش. إيه؟ باللبناني. شو بدك؟ باللبناني ولا بقراها؟ اوكي. اول شيء بدي اعترف انه انا اعترف قدام الجميع اني خايفه مش من نجاح الكتاب، لاني انا واثقه كثير انه هالكتاب بده ينجح. السبب انه كل عمل بقوم فيه بتكل فيه على قوه الرب وعلى الهام الروح القدس، وهذا الشيء بيزيدني ثقة أكثر بهالنجاح. ولكن خوفي هو من هاللحظة تحديدا، لأنه هيدي الخطوة الأولى لانطلاقتي بمجال الكتابة. ضمن مشروع الله الخلاصي عبر التاريخ اختار ناس ضعاف ليمثلوه. باخد بعين الاعتبار موسى الشخص يلي كان غير واضح الكلام، يعني كان يتقتل، وكان خيه هارون هو الشخص اللي يترجم الكلام يلي بيقوله موسى للشعب. وهيدي حالتي أنا، ورغم هالشي كان قدر أنه يقود الشعب عبر الصحراء. وأنا تأثرت كتير بشخصية هيدا النبي، وتبين لإلي أنه الفصاحة هي مش باللسان ولكن بالفكر. الحلم، تكلم عن الحلم، كلمة كانت بقاموس حياتي عبارة مستحيل تنفيذها. كنت بحلم بكتابي انه اقول وخبر العالم عن مين انا فعلا بكون. من هيك الرب حط بطريقي ماريا دويه يمين، هالمرة الرائعة ابنة الكاتب جب